ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معاكم مع تلاوة القرآن وتجويده للصف السادس الابتدائي للمنهج السعودي. هنبتدي النهاردة في الوحدة الثالثة وهي المد. إيه هو المد؟ المد هو إطالة الصوت، أي إطالة زمن النطق بالحرف. ومن أحرف المد واللين، اللين اللي هي الألف المكسورة. طيب أحرف المد اللي هي إيه؟ الألف. الألف طبعا بتبقى ساكنة وقبليها بيبقى مفتوح، زي إيه؟ قال. قال الألف عليها سكون بس اللي قبلها القاف مفتوحة. طيب الواو تاني حاجة، الواو، الواو بتبقى ساكنة وقبلها مضموم، زي إيه؟ ماكثون. يبقى ماكثون السه عليها ضمة والواو عليها سكون. طيب نيجي لتالت حاجة، الياء بتكون ساكنة وقبلها مكسور، زي إيه؟ نمشي. الياء هنا قبلها الشين اللي هي إيه؟ مكسورة، والياء عليها سكون. طيب برضو في هندي مثال على إطالة زمن النطق بالحرف، اللي زي إيه؟ كلمة للفقراء، برضو إيه؟ يا أيها، بتتنطق كده بالمد، بتطول زمن المد. ونيجي بقى للين اللي هي الألف المكسورة، زي مثلا إيه؟ كلمة منى، سلمى، مستشفى، أي حاجة فيها ألف مكسورة هي دي اسمها اللين. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا معاكم درس النهاردة. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وشير علشان نستمر معاكم في مزيد من العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. I will translate the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعودی نصاب کے لیے پرائمری سکول کی چھٹی جماعت کے لیے قرآن کی تلاوت اور تلاوت تیسری اکائی جوار آواز کی لمبائی ہے یعنی جوار اور حرف سے حرف کے تلفظ کے وقت کو لمبا کرنا یعنی ٹوٹا ہوا الف جوار کے حروف ہیں ایک الف اور یہ جامد ہے اور اس کے کھلنے سے پہلے جیسا کہ اس نے کہا دو واوا جامد ہے اور اس سے پہلے چیف و پکار ہوتی ہے جیسے مچفون تین یا جامد ہے اور اس سے پہلے کی نمشی کی طرح ٹوٹ جائے خط کے تلفظ کے وقت کو طول دینے کی ایک مثال غریبوں اور یہ کے لیے منا اور سلما کی طرح نرم اور ایک ہستال I translated the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share this video and complete watching. Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will translate the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching. Inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quran recitation and recitation for the 6th grade of primary school for the Saudi curriculum 3rd unit. The tide is the prolongation of the sound, i.e. the prolongation of the time of pronouncing the letter from the letters of the tide and the vowel, i.e. the broken aleph. Tide letters are one aleph and it is static and before it is open. As he said, to the wa is static, and before it is a moan. Like a makthan, 3yaa is static and before it is broken like namshi, an example of prolonging the pronunciation time of the letter for the poor, and yay soft like mona and salma and a hospital. I translated the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and the complete watching inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.